أعلن الديوان الملكي السعودي أن ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود قد توفي في نيويورك. وكان الأمير سلطان قد غادر المملكة في يونيو حزيران الماضي إلى الولايات المتحدة للعلاج بعد سلسلة عمليات جراحية كانت أجريت له. يذكر أن الأمير سلطان عين في الأول من أغسطس آب 2005 وليا للعهد ونائبا أول لرئيس مجلس الوزراء مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع. النشاط الخيري للأمير سلطان بن عبد العزيز بدا واضحا داخل أرجاء السعودية وخارجها، فقد كانت استجابة الأمير لاحتياجات المحرومين والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة سريعة وتدخلاته فعالة، ويحسب له عمله على وضع أسس مؤسسية للعمل الخيري والإنساني تضمن له الاستمرارية وتؤهله للتدخل السريع لمساعدة المحتاجين حيثما كانوا. فكان أن أنشأ مدينة السلطان للخدمات الإنسانية التي اتسع نشاطها لتهتم بالفئات الأقل حظا وبذوي الاحتياجات الخاصة. المؤسسة شريكة الآن مع الجمعيات الخيرية ومع المؤسسات المعاقين ودور الأيتام، لها تبرعات والتزامات سنوية معها، وهذا نعتبر أنها فروع، يعني وإن كانت مش المؤسسة ترعاها 100% لكنها تتعامل معها. الحاجة الإفريقية على نحو خاص كانت حاضرة لدى الأمير سلطان مساهمة في سد الاحتياجات الإنسانية الملحة، فتم إنشاء لجنة الأمير سلطان الخاصة للإغاثة والتي عهد لها بتلبية احتياجات الملايين من الفقراء في كل من النيجر وتشاد وأثيوبيا وعدد من الدول الإفريقية الفقيرة. وفي داخل المملكة لم يدخر الأمير سلطان جهدا لمساعدة المحتاجين، فأنشأ عددا من مؤسسات العمل الاجتماعي والخيري التي عهد لها بتشجيع الطاقات السعودية في المجالات العلمية والطبية ومراكز العلوم والتقنيات الحديثة التي تضمها مدينة سلطان للعلوم الإنسانية. كما أنشأ الراحل مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية للإسكان الخيري التي عملت على تأمين السكن المناسب للمحتاجين في مناطق سعودية مختلفة. في السعودية أيضا وجه الأمير سلطان اهتمامه بالمرأة المنتجة من خلال إنشاء صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لدعم المشاريع الصغيرة للسيدات لتوفير الحياة الكريمة لنساء الوطن. الهادي الحناشي، العربية. ولكن سأتحول إلى مراسلنا خالد المطرف أيضا ليضعنا في صورة يعني الأجواء هناك بعد وصول خبر وفاة ولي العهد في نيويورك. بداية الأجواء خالد المطرفي. خير محمد، طبعا الأجواء حزينة، هناك ضغط كامل على وسائل الاتصالات سواء الهاتفية أو من خلال رسائل بلاك بيري. هناك الناس رغم أن الأمير سلطان كان مريضا وكان يعالج في نيويورك ومعلن ذلك الشيء ومنذ رجب الماضي، إلا الناس يعني اندهشت لما علمت بهذا الخبر بشكل مفاجئ، واعتبرت أن الموضوع يعني موضوع صدمة يعني بالنسبة لنا. طيب الآن يعني التفاصيل، إذا أردنا أن نتحدث عن التفاصيل سواء الوفاة وأيضا نقل الجثمان من نيويورك والترتيبات للدفن، إذا كانت لديك تتوفر أي معلومات أولية؟ طبعا كما ذكرت في النشرة السابقة أنه سيصل يوم الثلاثاء وسيتم الصلاة عليه عصر يوم الثلاثاء في الرياض وسيدهم في الرياض. وعادة في مثل هذه الأمور الدفن في المملكة العربية السعودية للملوك وللناس العاديين هو بشكل عادي جدا وفي مقبرة عادية جدا، ولا يوجد هناك أي تمييز لأي شخص عندما يتوفى. وكانت جنازة الملك فهد خير إثبات وخير دليل أن الأمور تسير في المملكة العربية السعودية بشكل طبيعي جدا. قيل إنه إذا يوم الثلاثاء على الأغلب سيتم الدفن. أيوه سيتم الدفن يوم الثلاثاء. طيب هل يعني لديك معلومات عمن كان بجواره في اللحظات الأخيرة وهو طبعا في نيويورك؟ طبعا كان معه أخي الأمير سلمان أمير منطقة الرياض وهو الذي كان يرافقه طوال فترة مرضه، وأيضا ابنه خالد بن سلطان وعدد من أبنائه الذين كانوا يرافقه. نعم. عدد كبير من أبنائه.
طيب يعني خالد الفقيد الراحل، يعني مناقب ومآثر ربما يذكرها الكثير إن لم يكن كل السعوديين، إذا أردنا أن نسلط الضوء على أبرز ما يعني أثراه في الحياة السعودية سواء السياسية الاجتماعية العلمية إلى ما دون ذلك. طبعا كانت بالقليل ذكرت ميسون عدد من المؤسسات الإنسانية وعدد المؤسسات الطبية والتعليمية التي يرعاها الأمير سلطان، وأيضا له جهود في داخل المملكة وخارج المملكة العربية السعودية سواء في الصومال أو في أفريقيا. وهناك عدد، أنا أعلم شخصيا أن هناك عدد من الدعاة الذين هم في أفريقيا ويدعمهم الأمير سلطان كثيرا من خلال دعم مالي ودعم مؤسساتي من خلال مؤسساتي أو من خلالي شخصيا. طبعا لا يمكن حصر هذه المسألة بعجالة، وأيضا أنا لا تحضرني الكثير من الأمور التي كان يقوم بها الأمير سلطان إنسانيا سواء في داخل المملكة أو في خارجها، لكن هي بكل هي كبيرة جدا. نعم، سنكون معك لاحقا في النشرات والتغطيات الأخرى خالد المطرفي مراسل العربية، شكرا جزيلا لك.